اليوم نتواجد في المحطة الطرقية لمدينة أكادير، يعني تزامنا مع عيد أضحى المبارك والتدابير اللي كتاخذ يعني الجماعة في الاتجاه، أيضا مع السلطة المحلية مع الأجهزة الأمنية بكافة التلوين ديالها، يعني مواكبة مع الضغط اللي كتعرفوا هذه المرحلة، لا سيما في التنقل إلى يعني ديال المواطنين الاماكن ديال العيد ديال فاشين كيعيدوا. اذا بغيت ايضا بعد المناسبه نشكر جميع الاجهزه الامنيه والسلطه المحليه وايضا الاطر ديال الجماعه الجميع، لان الجميع مجند لانجاح هذه المرحله. وايضا لان اليوم كان تم تعبئه ايضا واحد العدد ديال الحافلات، ايضا جدير الشكر يعني الشركات ايضا للمواكبه ديالها والمشاركه ديالها في هذه العمليه. ان اليوم كتستهدف فئه اولى، يعني الفئه ديال الطلبه بالاخص، وايضا يعني كافه المواطنين. الحمد لله كما كتشوفوا اليوم في المحطه الامور غاديه بواحد يعني وتيره عاديه ومنتظمه. يعني هذا المجهود يعني كما قلت راه يعني هو مجهود مشترك. وايضا اليوم نبغي ايضا نذكر بانه ان شاء الله هذه الفضاءات يعني في الخطه ديال العمل ديال الجماعه، انه البشر الساكنه بانه ان شاء الله الرحمن الرحيم راه الامور في المراحل يعني تقريبا اللمسات الاخيره باش نوجدوا ان شاء الله الرحمن الرحيم واحد الفضاء واحد المحطه التي تليق ان شاء الله بالمدينه ديالنا وبالزوار ديال المدينه. وشكرا. بمناسبه عيد الاضحى والضغط اللي كيكون سواء من طرف المرتفقين المسافرين وخاصه بالنسبه للطلبه، لان كيكون واحد العدد هائل يعني تعبئه جميع الفئات المتدخله داخل المحطه الطرقيه لتخفيف هذا الضغط، بما فيها الجهات الامنيه، السلطه المحليه، رجال الامن، اداره المحطه التابعه لمصلحه المرافق المحليه لايجاد الحل لهذه الفئه هذه، خصوصا طلبه المتجهين لمنطقه الجنوب الشرقي والصحراء. كما كنشكر جميع الشركات داخل المحطه اللي طوعات وفرات الحافلات، بحيث ان عدد الحافلات اللي كتوفر بالنسبه اليوم 40 حافله تقريبا في اليوم لايصال هذه الفئه ديال الطلبه. الانطلاقه كتكون من المحطه الطرقيه اكادير المسيره، تقريبا معدل 40 حافله في اليوم اللي كتعبئ جميع الشركات. يعني كل شيء متساعد، كل شيء متحد باش تدوز الامور في ظروف جيده. احنا صراحه جينا دابا باش نقطعوا مدينه السمارة، وصراحه ما لقيناش، هنا جينا في اخر الوقت ما لقيناش التذاكر لمدينه السمارة، وحنا طالبه اضطرينا اننا نمشوا عند الاداره ديال المحطه الطرقيه باش تجمعنا واحد المجموعه ديال الناس باش لقينا الحل، باش لقاونا كار دابا باش غادي نرجعوا السمارة ان شاء الله، بحكم دابا العواشر واكتضاض وداك الشيء. اليوم في الليل ان شاء الله، اليوم في الليل ما يجمعوا الناس كاع الطلبه اللي غاديين في الليل، وغنجمعوا ان شاء الله نمشوا العشرة ديال الليل اليوم. صراحه شنو كاين، كنلاحظ ان كاين ازمه في النقل، هذه ازمه ديال النقل، خاص يكون شويه النقل موجود خصوصا في الصحراء، كاين مشكل بزاف خصوصا السمارة. كاين ثلاثه ديال الكره اللي كاين 19 سوبراتور والستين، خاص يدخل شي منافس اخر باش تحرك شويه القضيه، تروج شويه القضيه. كاين واحد الازمه، كنظن ان كاين ازمه بالمسافرين دابا، خاصهم يقطعوا 3 ايام قبل سميتو قبل العيد الكبير، يضربوا الحساب قبل العيد الكبير بشي 15 يوم ولا سيمانه، فهمتي؟ الكره ما تيكونوش بزاف خصوصا الطلبه، وحنا بالخصوص بالنسبه لشي واحد عنده طوموبيل ديالو وعنده الحديد ديالو راه ما يلقاش مشكل، وبالنسبه لشي واحد عنده الحديد ديالو وكذا راه غيقاضي الغرض. الكار صعيبه للوليدات شويه، صعيبه للوليدات خصوصا لشي واحد الا كان كبير شويه راه ما عندوش مشكل. دابا مع الزحام مع كل شيء راه صعيبه شويه للدراري الصغار مقارنه مع الاعوام الاخرين. هذا العام شويه كومي شويه الحمد لله، من كورونا لهاد الجيب شويه الحمد لله كاين الزحام شويه وصافي. العواشر شحال هادي تيكون بزاف شويه الزحام، دابا لا كما كتشوف المحطه خاويه على الطلبه اللي عامرينها.